نيجي بقى دلوقتي لأسباب أنيميا نقص الحديد، أو إيه هي الحاجات اللي ممكن تسبب نقص في الحديد اللي موجود في جسمك؟ أول حاجة النزيف أو إن أنت تفقد كمية دم كتير من جسمك، لأن زي ما قلنا الدم بيبقى فيه نسبة كبيرة من الحديد، فما بيحصل نزيف كمية الحديد في الدم بتنقص، والنزيف ده ممكن يحصل مثلا عند السيدات أثناء الدورة الشهرية، وخصوصا لو في كمية دم كتير بتنزل أثناء الدورة، أو مثلا النزيف المزمن زي في حالات قرح المعدة، أو نزيف في الأمعاء وخصوصا عند الناس اللي بتاخد مسكنات كتير وخصوصا الاسبرين. كل الحاجات دي ممكن تعمل نزيف عندك، وده ممكن يكون عامل من العوامل اللي ممكن تسبب عندك انيميا نقص الحديد. تاني سبب الناس اللي مش بتهتم في الاكل بتاعها بالاطعمة الغنية بالحديد، زي مثلا اللحوم والبيض والخضروات الورقية الغامقة زي السبانخ والكرنب والجرجير والخس، والناس برضو اللي بتشرب شاي بعد الاكل مباشرة، لان الشاي بيبقى فيه مواد كيميائية بتمنع امتصاص الحديد من الامعاء، وخصوصا لو خدت الشاي دون بعد الاكل مباشرة. فيفضل الناس اللي بتشرب شاي بعد الاكل مباشرة تأجل الشاي شوية، ممكن مثلا ساعة او ساعة ونص بعد الاكل، يكون الاكل اتهضم شوية والامعاء بتاعتك امتصت كمية كافية من الحديد اللي موجود في الاكل اللي انت اخدته. وتالت سبب برضو لنقص الحديد في الجسم هو ان انت عندك مشكلة في الامعاء بتاعتك، يعني في مشكلة عندك في الامعاء هي اللي بتمنع امتصاص الحديد من الاكل. وكمان برضو الناس اللي عاملة عملية تكميم معدة، دول برضو عرضة ان الامعاء بتاعتهم ما تمتصش كمية كبيرة من الحديد اللي موجود في الاكل، فدول عرضة برضو لموضوع انيميا نقص الحديد. رابع سبب هو الحمل. في فترة الحمل برضو لازم نتابع مع دكتور عشان يبدأ يشوف كمية الحديد في جسمنا ايه، ونبدأ نعوضها بالمكملات الغذائية، عشان اثناء فترة الحمل الجسم بيحتاج كمية كبيرة من الحديد عشان يبقى فيه مصدر كويس للهيموجلوبين عشان برضو الجنين. فاكتر ناس عرضة لانيميا الحديد هم السيدات اثناء الدورة الشهرية. تاني حاجة الناس النباتيين او اللي اكلهم كله معتمد على النباتات ومش بياكلوا لحوم خالص. تالت حاجة الاطفال المولودين بوزن قليل او مولودين قبل ميعادهم، دول برضو ممكن يكونوا عرضة لانيميا نقص الحديد. رابع حاجة الناس اللي عندهم كمية الهيموجلوبين في الجسم مش كافية وبيتبرعوا بالدم كتير. اخر حاجة بقى ازاي نقدر نعالج المشكلة دي، لو الفحوصات اللي انت عملتها اكدت ان عندك انيميا نقص الحديد.